التوقيت تاع اليوم هو 17 دقيقة 34 ثانية. باستمرار التدريبات راح نقلص من الوقت هذا ونرفع من الجاهزية القتالية. بالنسبة لهم لا يتعلق الأمر بالمعدات ولا بالأسلحة ولا أكثر من ذلك، إنما هي ثقتهم في نفوسهم وإمكانياتهم. العمل الجماعي هو أهم عامل لنجاح مهمتهم. يتسللون خلف خطوط العدو دون أن يرصدوا، لكن ما يميزهم هي خططهم المظلمة، قدرتهم على القتال وتنفيذ مهمات شبه مستحيلة. اليوم حظينا بفرصة التعرف على مهمة المقاتل لإحدى أشهر وأقوى الوحدات للقوات الخاصة الجزائرية، الفوج 104 للمناورات العملياتية، رجال الظل ونخبة النخبة لقواتنا الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي. دخولنا إلى مقر الفوج 104 للمناورات العملياتية لم يكن بتلك السهولة بتاتا. اجتيازنا لجدران هذا الفوج كان هدفه تصوير ومرافقة إحدى النخب للقوات الخاصة الجزائرية أثناء برنامج تدريبهم. رمز الفوج يعبر عن الشراسة والقوة التي يجب أن تتوفر في المقاتلين. الفوج 104 للمناورات العملياتية هو عينة من وحدات القوات الخاصة لجيشنا الوطني الشعبي. اختاروا التواجد هنا حبا للوطن وعشقا لترابه. يعتمد في استراتيجيته التدريبية على النوعية في القتال الذي يتناسب وجميع مسارح العمليات المختلفة والظروف مهما كانت، حيث شاركت نخبة النخبة لقواتنا الخاصة للجيش الوطني الشعبي في عديد من العمليات النوعية على غرار عملية تيغنتورين، وهم قادرين على تصفية أي خطر يتهدد بالوطن في ظرف قياسي وجد وجيز. الفوج 104 للمناورات العملياتية هو وحدة لعمليات المغاوير، تم استحداثه سنة 2005 بالناحية العسكرية الأولى. تسند له مهام مستوى تكتيكي وعملياتي في أي منطقة من التراب الوطني، وكذلك في إطار المخططات الاستعجالية، من بينها المهام القتالية المباشرة، الاستطلاع الخاص، مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة المنظمة، المعلومات العملياتية، تحرير الرهائن، وكذا مرافقة وحماية الشخصيات. تعتمد هذه المهام على أفراد ذوي كفاءات ومؤهلات عالية، حيث يتم انتقاؤهم واختيارهم بدقة عالية من مختلف وحدات ومدارس القوات الخاصة. كما تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتزويد وتدعيم الفوج بمختلف الأسلحة والمعدات الخاصة التي تتلائم مع طبيعة المهام الموكلة له. ما اكتشفناه من زياراتنا الإعلامية أن أفراد الفوج يتميزون بصلابة رجالها وعزمهم. عنوانهم الاستعداد والدقة والجرأة، لكن فضولنا دفعنا أكثر لنعيش معهم يومياتهم ونكتشف جانبا من إنسانيتهم وتدريبهم. بذلة المقاتل في القوات الخاصة هي أيضا بذلة خاصة،
مصممة وفق ما يحتاجه المقاتل في ميدان المعركة. تتميز بمعدات الحماية المتطلبة. يستخدم المقاتل سترة واقية من الرصاص مع حاملة ألواح مدرعة عالية الحماية لها عدة حقائب مخصصة للذخائر ومعدات أخرى. خوذته من الجيل الجديد، فهي تتميز بوزن أقل وتتميز بشاشة معلومات، كما يمكنه استخدام سماعات تكتيكية لحمايته من أصوات النار. بالنسبة لزي المقاتل العسكري في القوات الخاصة، هو من أحدث الأنواع الموجودة، فهي مضادة للحرائق، البكتيريا، المواد الكيماوية، وهي ضد وسائل الرؤية الليلية الحرارية. المقاتل في القوات الخاصة مدجج بأحدث الأسلحة مجهزة بمنظار التصويب مع جهاز الرؤية الليلية. أول خرجة ميدانية مع المقاتلين كانت في ميدان الرمي. مهارة الرمي المتقدم هي أساسيات يجب إتقانها بدقة وفعالية وسرعة جد عالية، كما يتم إكساب الفرد ردة فعل سريعة في الميدان حسب الظروف. تقنيات الرمي المتقدم هي أساسيات كل فرد في القوات الخاصة، ولكي يبلغ الأفراد هذا المستوى من التركيز والدقة، فهم حتما مؤمنون لا محالة بأن على هذا الوطن ما يستحق الرسوخ.
يتدربون لساعات متواصلة من أجل ثانية تحسم الموقف لصالحهم. فهم يتجردون من كل ذات لأجل سلامة الوطن. بما أن معظم العمليات الخاصة تكون ليلاً، فإن المقاتل هنا يعتمد على جهاز الرؤية الليلي في تحديد الأهداف. تقنيات الرمي في اقتحام المباني وتطهير الغرف والأروقة والسلالم هي جزء مهم في العمليات القتالية للقوات الخاصة، ونظراً لخصوصية هذه الأماكن التي عادة ما تكون مناطق عمرانية وزاخرة بالمدنيين، فإن العمل داخلها يزيد من صعوبة المهمة. تقنيات الرمي المختلفة هي مهارات تتطلب دقة عالية، وما شاهدتموه معنا هو جزء فقط من يومياتهم. تتطلب حالات احتجاز الرهائن تخصصا مهما وهو القنص. يلعب التمويه لدى القناص دوراً كبيراً في أساليب التخفي، فهو يستلهمها من البيئة التي يتواجد بها. دور القناص في المعارك هو دور جد مهم، فهو عنصر قد يقلب معادلة أي معركة. فريق القنص عادة ما يكون مكونا من شخصين، القناص والملاحظ. دور الملاحظ في عملية القنص كشف الأهداف، تحديد المسافة، تحديد المواقع، قياس سرعة الرياح والتصحيحات قبل عملية الرمي، وهو أيضا عنصر حماية له وللقناص،
عادة ما يتمركز القناص والملاحظ على أماكن محددة خارج مسرح العمليات، قد تكون منطقة غابية أو شبه صحراوية، منطقة جبلية أو منطقة عمرانية. في الغابات والأماكن المفتوحة يستلهم القناص تخفيه من طبيعة الأرض المحيطة به. وقبل أن يكلف القناص بتنفيذ مهمة تكتيكية، فعليه أولاً أن يجيد التسلل والوصول إلى الموقع المناسب للرمي دون أن يتم كشفهم. يختار القناص دائماً وضعية الجسم الصحيحة التي تحقق له الثبات والاتزان في لحظات الإطلاق. ويختار التمويه المناسب أيضاً حسب طبيعة المكان الذي يتواجد فيها. الحالات التي يتواجد فيها أكثر من هدف يجب أن يكون إطلاق النار من قبل القناصين في آن واحد كي لا يتسنى للعدو الهروب، خصوصا عند وجود أكثر من هدف.
يتمثل دور القناص أيضا في رصد وملاحظة أي معلومة طارئة في منطقة العمليات المحددة. سيرة من سيرة قد تبرمج للقناص خرجات استطلاعية. يعتمد القناص في تخفيه واختيار الأماكن المناسبة للقنص على أساليب محددة للتخفي. إذا كانت المهمة المحددة داخل منطقة عمرانية، سيتطلب الأمر حرصاً كبيراً وتركيزاً دقيقاً. عند إخراج الطلقة يبحث الرامي على أفضل حالة تحقق ثبات الجسم والسلاح وإصابة الهدف بدقة. تعد تقنيات العبور بالحبال عند وجود حواجز جبلية واحدة من المهارات التي تتطلب قوة بدنية عالية وتدريبا دوريا على هذه التقنية. تتطلب المهمات القتالية كفاءة عالية في التدريب المكثف واستغلال المعدات القتالية، وكذا التعرف والتمكن من جميع تقنيات الزج وطرق العبور والتي ترتكز أساساً على التدريب الجيد والمحكم على جميع هذه التقنيات.
الوصول بالمقاتلين إلى هذا المستوى من بذل الجهد ليس بالأمر السهل، فهم قد مروا بمراحل تدريبية جد صعبة، لكن من يستمر هنا هو فقط من آمن بالوطن. التدريبات والأعمال هي تمثل يومياتهم، فهم يتعايشون مع كل الظروف مهما كانت. صعوبة التدريب هنا ليست عائقاً أمام إرادتهم الفولاذية التي تسقط أمامها كل مخططات المترصدين. المعلومة الواردة تحرير رهائن محتجزين في مبنى، ومن ثم السيطرة على الموقف فيها. مثل هذه المهمات تتطلب تنوعا في الأسلحة والمعدات وتنسيقا جد دقيق بين الأفراد والأسلحة المشتركة لضمان إنجاز المهمة على أكمل وجه. يتدرب المقاتلون على اقتحام المبنى من السطح، فتح الثغرات باستعمال المتفجرات، الاقتحام بمنظومة السلالم، وتطويق الهدف مع تفتيش الغرف. ما قد يزيد العملية تعقيداً أحياناً هو تواجد السكان في منطقة الهدف، الدقة مطلوبة والسرعة في التنفيذ هو أهم عامل لنجاح المهمة. كل منفذ هنا أو نقطة دخول أو خروج يجب أن يتم تطويقها والسيطرة عليها والقضاء على كل تهديد فيها. Thank you.
اقتحام كل فريق لمنفذ من المنافذ في المبنى يجب أن يكون في آن واحد. يجب على كل فريق التفتيش الدقيق للغرف والطابق الذي يتواجد فيها مع القضاء على التهديد وإجلاء المحتجزين مع وجود حماية دائمة خارج المبنى. ثلاثة نقاط مهمة يجب أن يعمل عليها كل فرد مقاتل أثناء اقتحام المباني، وهي تحرير الرهائن، القضاء على الإرهابيين، واستعادة الموقف في ظرف زمني جد وجيز. تم إفادتنا بمجموعة إجرامية قامت باحتجاز مجموعة من المدنيين على مستوى مجموعة الديار، دار الأولى، دار الثانية، دار الثالثة. المجموعة الإجرامية مجهود الهوية والتسليح، نوايا المجموعة هو تحقيق أهداف مادية، منطقة العمليات منطقة شبه صحراوية. بالنسبة لتوزيع المهام، العنصر الأول ألفا، العنصر الثاني بيتا، والعنصر الثالث مجموعة القنص سيرا. فيما يخص الإسعافات الأولية، هناك معدات للفرد المقاتل ضمادة فردية زائد للحاضرة. بالنسبة للاتصال، التردد اللي عندنا زوج أنواع من الترددات، تردد عالي جدا إياشيف وتردد إياشيف. بالنسبة لأجهزة الراديو، بعد تنسيق ما بين ثلاثة عناصر وقت بداية الاقتحام راح تكون المجهد الرئيسي الأول. عندي فرار تاع المجموعة الإجرامية في اتجاه جنوب العلامة 167 تحت التغطية تاع القناصين، يتم اقتحام تاع المجموعة الثانية. تعد غرفة العمليات العسكرية أداة تنفيذية مهمة لضمان التخطيط الأمثل للمهمة خلال العمليات العسكرية الخاصة، حيث تتولى الربط والتنسيق الكامل بين الأفراد المكلفين بالمهمة مع تجهيز أفضل وأنسب الوسائل لتحقيق نجاحها. وبما أن العمل اليوم أصبح قائماً على مفهوم العمل المشترك والجماعي، كان لزماً تجهيز الفرد المقاتل بالمعدات التي يحتاجها ضمن أي مهمة، خصوصاً في مجال الاتصالات والمنظومات الاتصالية التي تعمل على التنسيق بين الأفراد المقاتلين. يجب على كل فرد مقاتل التأكد من سلامة معداته القتالية بحرص تام قبل الانطلاق في المهمة.
التحضير للمهمات القتالية المفاجئة أحياناً يجب أن يكون بسرعة قياسية وفي سرية تامة. وكخطوة أخيرة من قائد المهمة يجب عليه التأكد من تدقيق المهمة. يواصل المقاتلون تطبيق برنامج التدريب، لكن هذه المرة يتحول تدريجياً إلى الجانب التكتيكي. في كل مهمة قتالية يخرج فيها فرد القوات الخاصة، يجب أن يكون بينهم مسعف يضمن كيفية استخدام الإسعافات الأولية في ميدان القتال. ألفا برافو، بريفي ولادي. سيارة واحد. يبلغ قادة الحظائر قائد الفصيلة عن جاهزية الأفراد. المهمة هي القضاء على مجموعة إرهابية وتدمير المخابئ. تجمع الأفراد بهذا الشكل يعني توفير الحماية ب 360 درجة. الهدوء واليقظة هنا مطلوبان. هذه الإشارة تعني جاهزية كل فرد ومعداته وجهاز اتصاله. مرحلة الانتقال إلى مكان الهدف تبدأ بتحرك عنصر الكشف والاستطلاع أولاً. تتحرك حاضرة الإسناد صوب الهدف بالتزامن مع اقتراب القناصين من نقطة الهدف. ثم تتحرك حاضرة الاقتحام شمال الهدف.
بمجرد ظهور مواقع المراقبة للهدف يتمركز عنصر الكشف والاستطلاع. مش عندك سراء؟ عندي زوج أهداف على 150 متر. أفرماتيف، دمرهم. قائد الفصيلة هنا يتأكد من احتلال الأفراد لجميع مواقعهم ثم إعطاء الأمر بتدمير الهدف. عند النقطة الشمالية للهدف تواصل حظيرة الاقتحام تقدمها. Yeah.
بعد انتهاء حظيرة الاقتحام من التعامل مع الهدف تقوم باحتلال خط نهاية العمل. انطلق بعدها رهط الإسناد بالتحرك لتفتيش ثاني للهدف واحتلال خط نهاية العمل. نعم بوزيسيون. في القوة الخاصة حجز له مكانا هنا رغم قساوة التدريبات وصعوبتها، إلا أنهم اعتكفوا في محراب الصمود وتعلموا كيف يجب أن يصان الوطن وكيف الفداء وكيف الجهد والتعب يهون. رافقنا أفراد الفوش في أحد تدريباتهم الليلية، لكن ما وجدناه هنا من قوة وعزم لدى أفرادها جعلنا ندرك يقينا قاطعا أن هذا الوطن لا يخرج من صلبه إلا الرجال. يحتاج فرد القوات الخاصة لتدريبات معينة تؤهله ليكون في مستوى جد عال من التأهيل البدني التي ترقى لمستوى العمليات النوعية والخاصة. يتدرب أفراد فوج على هذا النوع من الرياضات القتالية لأهمية أساليبها الدفاعية.
هذا النوع من الرياضات يعتبر قتالاً عسكرياً مخصصاً لأفراد النخبة، وهو مزيج من عدة رياضات قتالية. هذا المضمار الخاص بالقتال المباشر الذي أنشئ وصمم بسواعد أفراد الفوج لم يكن إلا ثمرة إرادتهم في أن يكونوا الأفضل دائماً، وهو مصمم حسب متطلباتهم القتالية في الميدان. هذه الحواجز التي يجتازها الأفراد تعمل على الوصول بجسم المقاتل إلى ذروته في بذل جهد عضلي عنيف، وهي تمارين خاصة لتحديد أصحاب الإرادة الحقيقية الذين لا يستسلمون بسهولة. بعد كل هذه التمارين التي اجتازها المقاتلون يكونون قد تدربوا على بذل جهد عضلي جد كبير مع استخدام مختلف الأسلحة، وهذا ما يعني وصول جسم المقاتل إلى درجة عالية من التعب والإرهاق، وكل قطرة عرق يخسرونها الآن ستعلمهم المواجهة بشرف في الميدان. التدريبات هنا هي تدريبات ليلية نهارية، لكن هذا لا يشكل حاجزاً أمام إرادة هؤلاء. الحواجز التي يجتازونها هنا هي مصممة على زيادة قوة التحمل البدنية لدى المقاتل، وذلك بالعمل على تمارين تحفز جهاز التنفس أكثر فأكثر، كما تعمل على استنزاف الطاقة العضلية للفرد المقاتل. قناع
التنفس الذي يرتديه المقاتل في ميدان التدريب هذا ليس اعتباطيا، بل له دور أساسي وتكتيكي، وهو العمل على إنقاص نسبة دخول الأكسجين إلى الجسم، وهذا يعني بذل مجهود عضلي مضاعف 3 مرات، وهو مماثل للجهد الذي يبذله المقاتل أثناء تواجده في مهمة حقيقية. كل مرة كنا ننتظر أن يصيب أحدهم التعب أو الإرهاق والتوقف، لكن عبثا فكلما أدركهم التعب تذكروا أن الوطن لهم لا لغيرهم، وأن الجزائر وبأسها لن يلين. الإنزال السريع بالحبال من الحوامات هو وسيلة من وسائل الزج في المعركة، حيث يتدرب فرد القوات الخاصة على أرضية تسمح له بإتقان الإنزال السريع بالحبال. لا بد هنا من تأمين منطقة تواجد الحوامة أو نقطة هبوطها، وهو عامل جد مهم. تضمن هذه التقنية إنزال أكبر عدد ممكن من المقاتلين بأمان في وقت وجيز وفي أماكن صعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى. وبما أن منصة الدعم الجوي من المهارات المتقدمة جدا، وجب تحذير المقاتلين على إصابة الأهداف بدقة عالية من على الحوامات. التدرب على إصابة الأهداف من المروحية وأمر في غاية الصعوبة، خصوصا إذا كانت الطائرة والهدف معا في حالة حركة. عنصر القنص هنا دوره أساسي ومهم أثناء إنزال المقاتلين إلى منطقة الهدف، فهو يشكل حماية للأفراد والحوامة معا.
يتم التنسيق بين الأفراد في كل مهمة قتالية بجهاز اتصال يضمن التواصل بين المقاتلين. مما لا شك فيه أن تمرين الإنزال من الحوامات عكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها قواتنا الخاصة وكفاءة رجالها وقدرتهم على التعامل مع الأزمات كافة وفي مختلف الظروف، وأثبتوا أن لقب رجال القوات الخاصة هو لقب لا يستحقه أي كان، فهم للوطن فداء وللأرض الطيبة درعا. كلفت فاصلة مسارية 45 المختصة مهمة إنزال تكتيكي قريب من الهدف، تكون تفاصيل مهمة كالتالي: سنقوم بتنفيذ مهمة إنزال جوي لقوتنا الخاصة قريبا من الهدف. كل تعليمات في الطائرة تصدر من طرف الطاقم بالتوفيق. حسن المنطقة باتجاه الهدف. رافقنا أفراد الفوج للتمرين الختامي من خلال تحليق طائرة النقل لتستعد لإنزال مجموعة من المظليين ليقوموا بالقفز المظلي القتالي تمهيداً لمحاكاة معركة حية. يتحملون بشجاعة مهمة الهبوط إلى أرض المعركة في نقطة قريبة من الهدف بغية إتمام مهمة كلفوا بها، والدافع واحد لا ثاني له: انتماء للوطن وتطرف في مثاليته ليبلغ حد التضحية. القفز المظلي القتالي وسيلة من وسائل الزج في المعركة، الهدف منه إنزال المقاتلين محملين بأسلحتهم قرب نقطة الهدف أو وراء خطوط العدو إن تطلب الأمر ذلك وفي أقل وقت ممكن. بعد هبوط المظليين المقاتلين في نقطة قريبة من الهدف مع أسلحتهم، يرتدي كل واحد منهم معداته القتالية وتجهيز سلاحه تأهباً للمعركة. لا خوف على وطن وله من أبنائه أبطال يعشقون الصعاب ويخوضون الجبال والسحاري، ومثل هذه التدريبات تسمح للفرد المقاتل التدرب على مختلف العمليات الخاصة دون هوادة، وتنقل الأفراد المقاتلين بهذا الشكل ليس اعتباطياً بل هو حسب طبيعة الأرض.
التدريبات التي تلقاها المقاتلون هنا يجب أن تثمر نتائجها في الميدان، وأهم عامل يتحكم في نجاح المهمة هنا هو التنسيق بين الأفراد والتسلح بالحذر واليقظة التامين. إنه العد التدريجي لبدء الهجوم. 50 يارد سيرة. يرد في كونتور. راني على مستوى النقطة، كاين نقطة حراسة شرق المبنى، تبع هذا المبنى بمسافة 10 متر. الهدف بالنسبة لي لوصو مايك. إذا كنت دمر الهدف. المهمات القتالية عادة ما تكون مقسمة على الأفراد بشكل دقيق، فكل عنصر هنا له دوره الفعال. يجب السيطرة على جميع منافذ الهدف مع تدميره بأكبر قوة نارية. لمسناه في كل مهمة قتالية لدى أفراد الفوج أن الخطط البديلة هي أمر مستحيل معهم، والعامل الأساسي للنجاح هو عملهم كفريق واحد.
العمليات الخاصة التي رافقنا فيها أفراد الفوج بما فيها القفز المظلي القتالي هي عمليات جد دقيقة، فأفرادها ينجزونها بكد وجهد وعزم وهم يعملون في صمت، لكنهم عندما يضربون فإنهم يخترقونها وفي العمق. لهم الخروج في أي مهمة قتالية يجب تنفيذها بنجاح وسرية تامين مهما كلفت الظروف، فإما الوصول للهدف أو أنهم لا يستحقون لقب رجال الظل في المهمات السرية الصعبة والمستحيلة. العمليات الخاصة هي ميادين شرف وبطولة ومصانع حقة للرجال، ساحاتها تنبت كل يوم بواسل عاشق الوطن وعاشق ترابه، عيونهم يقظة ينسجون من وطنيتهم قصائد فخر منتسبوها بواسل تخشى منهم الصعاب، وستظل قواتنا الخاصة في جيشنا مصنع الرجال وفخر الوطن. هنا اكتشفنا معا رجال يحملون السلاح حبا في وطنهم وعشقا لشعبهم. لقد أقسمنا بالله العظيم وبكتابه الكريم على عهد بالوفاء والإخلاص للوطن، فمهما تعلو التحديات وتتفاقم فمقاتلي الفوج 104 للمناورات العملياتية قادرون على الصد بأعنف الردود. نموت ولا بد يوما أن نموت، فإن متنا نقاتل فهو شغف لنا، فكل شهيد يموت يزف الحياة لوطن جديد نحمله في قلوبنا قبل عيوننا. وهكذا ستستمر التضحية والعطاء لهذا الوطن في أرض تصان فيها الكرامة والشرف. رجال يؤمنون أنهم خلقوا على هذه الأرض ليفدوها بالنفوس، يشقون الجبال شقا، رجال في عيونهم أمل وفي قلوبهم وطن. لسان حالهم دائما يقول: على نفس العهد باقونا وسنطوي الحياة صمودا، فكل من ضحى بدمه وحياته ليحمي كرامة هذه الأرض ويرفع صوت ابتسامة الأطفال، ولكي يبقى الوطن وطنا فهو شهيد لن يموت، وظل الراية وألوانها ستبقى على المدى ترفرف فوق القمم والروى، ترسم معالمها في كل شبر من أرضنا. لحظة عهد ووفاء وإخلاص للوطن، وألسنة دائما تتذرع بالدعاء: اللهم احفظ بلدنا الجزائر وأبناءها الذين تلدهم من صلبها.
إذن يوميات عايشناها كفريق إعلامي نقلناها لكم من قلب الفوج 104 للمناورات العملياتية. اكتشفنا معا أن الخطط البديلة مستحيلة معهم، فهم يتدربون لسنوات من أجل ثوان مصيرية. كيف يهابون وهوايتهم المهمات المستحيلة؟ رجال ظل بقلوب تتحدى الموت، يعيشون بكرامة ويموتون في ساحات الشرف. هم إذن كما تعرفتم عليهم الفوج 104 للمناورات العملياتية، قلب واحد، روح واحدة، وعقيدة واحدة.